سيحبس أنفسنا أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. طالب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للنادي الأهلي مهاجمي فريقه بالتركيز أمام المرمى واستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف واستعادة الانتصارات مجددا في مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري، لا سيما بعد ظاهرة إهدار الفرص التي ظهرت على المارد الأحمر في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي خسر فيها المارد الأحمر بهدف دون رد. يختتم فريق الأهلي تحضيراته لمباراته ضد سيراميكا اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة والرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري. ومن الأهلي للزمالك، طلب البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من اللاعبين الشباب التركيز في مواجهة إيسترن كومباني التي ستجمعهما اليوم الثلاثاء والبحث عن تحقيق فوز شرفي. وطلب فيريرا من اللاعبين الشباب تقديم مباراة استعراضية دون الوقوع تحت ضغط، وخاصة أنها مباراة تحصيل حاصل بعدما توج الفارس الأبيض بلقب الدوري رسميا. اختتم فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب استعداداته لمواجهة النادي المصري في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء باستاديو برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام. ورصد مسؤول المقاولون العرب 50,000 جنيه، وهذه مكافأة لكل لاعب في الفريق من أجل الفوز على النادي المصري في اللقاء المقبل بالجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك لحسم البقاء في المسابقة المحلية. ومن كرة القدم إلى كرة الطائرة، فاز منتخب شابات الكرة الطائرة على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-0 في أول لقاء ببطولة أفريقيا التي تستضيفها تونس. ومن المقرر أن يلتقي منتخب شابات الطائرة مع تونس غدا الثلاثاء ثم المغرب في ختام الدور الأول الأربعاء. والآن إلى الدوري الإنجليزي، يحل تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس على ملعب سان ماري ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويتواجد تشيلسي في المركز السابع على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. تألق الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات ليفربول بالأمس استعدادا للمباراة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد التي ستقام في 9 مساء بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023. وفي خطوة أصابت عشاقها حول العالم بالحزن، أعلنت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز اعتزال اللعبة التي هيمنت على عرشها لسنوات طويلة، وذلك بعد بطولة أمريكا المفتوحة للتنس نهاية هذا الشهر.
وتستهل اللاعبة المصنفة 605 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات والفائزة ب 73 لقبا خلال مسيرتها في البطولة الأمريكية أمام لاعبة مونتينيغرو دانكا كوفانيش. مشاهدينا انتهت أهم الأخبار الرياضية، والآن عودة للزميلة دعاء في هذا الصباح. إليك دعاء.